مساء الورد، مساء الجمال، مساء الكفاح، مساء النجاح. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الحياه كفاح. عنوان الحلقه النهارده الجمال. الجمال في الشكل بس هو مهم، بس الاهم منه جمال الروح، جمال الجوهر. لما الواحد يبقى روحه حلوه بتفضل معاه مهما بيكبر في السن. فاحنا النهارده معانا الجمال كله، معانا الاستاذ خلود الجميل، ميك اب ارتست. برحب بيكي. اهلا بيك حاوة. وبرحب بالمودلز اللي معاكي. اهلا بيك. منى طلة. عايزه اقول لكم خلود دكتوره في مجالها، بجد مش مبالغه. معانا تقرير هنطلع نشوفه ونرجع لكم بسرعه، اوعى تروحوا في اي حته. تعرف عليك. عبد الرحمن سيد يوسف ابو العلا، السن 52 سنه، من محافظه بني سويف، بندر بني سويف. المشكله مشكلتي ان انا كنت مقضي مؤدب 21 سنه وطلعت، وحصلت ظروف خاصه ان انا عايز اعيش حياه كريمه واتجوز. في ناس وقفوا جنبي ولاد حلال، واتجوزت. وبعد ما اتجوزت خلفت احمد عنده 3 سنين، وجت ظروف معايا خبطت. كنت ساكن في شقه في الحمراية ب 600 جنيه والظروف عكست معايا، مفيش ان انا اسدد ال 600 جنيه الايجار. فطبعا الراجل طردني ومراتي ما استحملتش، قالت لازم تطلقني، وطلقتها حسب الظروف اللي انا مريت بيها. ولفيت كتير لجميع المسؤولين في بني سويف المحافظة، الشؤون، بيتقدم أوراقي بتاع اللي طلع بيها من السجن، على أساس إن هم يقفوا جنبي يفتحوا لي مشروع عشان أعيش بيه. وللأسف الشديد ما حدش وقف جنبي، وفي نفس الوقت تعبت طبعا نفسيا، حتى عندي عملية ورم في العصب. و ناس وجدت للدكتور قالوا لي العملية دي خطرة، جايبة على 7 أوتار، والعملية دي يا ابني هتكلفك أقل حاجة بتاع 20,000 جنيه، لأنك لو عملتها في معهد الأورام هيسيبوا ليك أصل على عينيك، لا الفك لا الأذن. فيا ابن الحلال حاول تتصرف بالمبلغ ده، وأنا ما عنديش المبلغ ده أساسا، لأن أنا أصلا ما فيش حتى سكن ليا حاليا. المبلغ كام؟ المبلغ 20,000 جنيه. وتعمل العملية؟ وأعمل عملية، وطبعا انا ما عنديش سكن اساسا، بروح عند اخواتي هنا يومين وده 3 ايام، وطبعا بضيق عليهم في العيشه بالنسبه لعيالهم وبتاع، والحياه صعبه اساسا. وانا كنت الاول بخبط، وكنت شغال واحد برضه هو اعطاني شويه ساعات، وكنت بقعد بيهم عند الجامعه. وساعه المرض اللي حصل هو مرض كورونا، الدنيا وقفت كلها، وقفت على الناس كلها، وقفت عليا. فانا بناشد السيد الرئيس وفخامه الرئيس برضه والمحافظ، ان المسلمين يقفوا جنبي، ان اعيش عيشه كريمه وابقى مواطن صالح في وسط المجتمع، لان انا طبعا عايز ابقى انسان كويس وصالح للوطن والمجتمع بتاعي، عشان ما انحرفش في اي انحراف. انا مش عايز الحاجه الوحشه، انا عايز ابقى حاجه كويسه، وانا سني ما يسمحش حاليا دلوقتي، سني كبر 52 سنه. فارجو الرجاء ان هم اي حد من المسلمين يقف جنبي، ومحتاج شقه ومشروع والعمليه بتاعتي، لاي حد يقعد جنبي لوجه الله، مش طالب اكتر من كده. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا التقرير بتاع استاذ عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن حاجه و50 سنه زي ما قال، 52 سنه، طالع من مؤبد، عايز شقة يقعد فيها، ظروفه صعبة، كان متجوز بمساعدة الناس أهل الخير يعني، وبعد كده ما قدرش إن هو يصرف على مراته، وربنا عطاله ابن برضو. فرب يعني مش عارفة، هو دلوقتي تعبان وعايز المساعدة. بيناشد المسؤولين، بيناشد الجمعيات، بيناشد رجال الأعمال، بيناشد سيدة المجتمع، بيناشد كل الناس دي. هو عايز يبقى مواطن صالح، هو خلاص
لو كان في اي حاجه في حياته او الماضي بتاعه، هو خلاص مش عايز يكمل كده، هو عايز يكمل مواطن صالح، عايز يكمل حد كويس، عايز يبقى فعلا نافع للمجتمع وينفع نفسه. معانا مداخله دلوقتي استجابه للحلقه الماضيه، استاذ احسان ابو زيد وكيل وزاره التضامن ببني سويف. اي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام استاذه استاذ زينب، ازاي حضرتك؟ منوراني في الحياه كفاح. ربنا يخليكي، تحت امرك، اهلا وسهلا. الامر لله. كان معانا ست ام محمد، حضرتك اتواصلتي معانا بسببها، جوزها نجار وفقد بصره وعندها 5 ولاد وهي مش قادره على الايجار وما عندهاش اي مصدر رزق. تمام. هو ده طبعا، هو اكيد انا عايز اعرف بس موقفهم من الدعم النقدي من تكافل وكرامه ايه بالنسبه لها كانوا هي وزوجها. كانوا بياخدوه توقف. طب الاسباب ايه؟ هو يعني عمل التقرير الطبي، هم ما يملكوش من حطام الدنيا شيء، يعني هي الشقه بتاعتهم ايجار، مش قادرين على ايجارها. الست بتروح مثلا تشتغل في اي حته كده، يعني برده ما فيش دخل. الراجل قاعد في البيت. كان نجار طبعا، كانوا في حال والحال اتبدل. طيب استاذه زينب، انا عملت لهم اجراء اللي هو اتعمل تكافل وكرامه وتسجل فعلا على التابلت وخلاص، وجاري استخراج الفيزا. عملت لهم بحث من مؤسسه التكافل. برضو قلت لهم انا يعني هبتدي اسد لكم الايجار لغايه ما صرف التكافل وكرامه يبتدي. تمام. واديت لهم مواد غذائيه واديت لهم ملابس في الوقت اللي هم توجهوا لي للمديريه. تمام. بس يعني انا متابعه الحاله، وان شاء الله في خلال شهر كده او شهرين بكتير قوي هيتصرف اللي هو الدعم النقدي اللي هو تكافل وكرامه، غالبا هتبقى كرامه بالنسبه للزوج. تمام. شكرا لحضرتك على الاستجابه، وشكرا على كل الحاجات اللي قدمتيها، وده اللي احنا متعودينه من المسؤولين، خاصه بني سويف. تحيز عشان انا بني سويف. شكرا لحضرتك يا استاذ احسان، نورتيني في الحياه كفاح. ارجع بقى للجميله الميك اب ارتست خلود الجميل. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. منوراني النهارده في الحياه كفاح. لا دي حقيقه. ربنا يخليك. انا قلت قبل الفاصل دكتوره في مجالك، دي حقيقه. ايه حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. عايز اعرف منك انواع البشره. انواع البشره، في بشره عاديه اللي هي ما بتعرقش، مش بتطلع زيوت. في بشره مختلطه بتبقى اماكن معينه في الوش زي الخدود، زي الجبهة من هنا، زي الدقن من هنا كده، دي اللي هي المختلطة اللي هي بتعرق في أماكن وأماكن لأ. في البشرة الدهنية اللي هي أصلا بتطلع زيوت، المسام بتاعتها بتبقى واسعة. يعني نقدر نقول بشرة دهنية، بشرة جافة مختلطة عادية. وعادية. أنا بقى كزينب مثلا، وأي واحدة أنت بتشوفني، أي بنوتة أو أي ست بيت، سواء كانت عاملة أو ربة منزل، تعرف بشرتها إزاي؟ دلوقتي يعني ايه الاختبار مثلا ممكن تقوم بيه عشان تعرف بشرتها؟ انت دلوقتي بتحطي اي فاونديشن، اي نوع فاونديشن، اللي هو كريم الاساس اللي اغلبيه البنات بتحطه دلوقتي. تمام. بتختبري بشرتك من ناحيه ايه بقى؟ انت دلوقتي لو حطيتي نوع فاونديشن عرق من هنا، اعرفي ان دوت بشرتك مختلطه. طلع زيوت وحسيتي ان البشره بقت كريمي قوي بعد ما بتحطي الباودر وتثبتي وكل حاجه. تمام. حسيتي ان في زيوت في وشك، دي بشره دهنيه. حسيت ان وشك بدا ينشف ويشقق، يعني بيشقق من عند المسام من هنا، جفة، من عند البق، جفة، من عند الحتت دي كده بشرتك جافه. تمام. تمام. بس طيب طبعا البنت اللي مثلا رايحه الجامعه، الانسه، انا برجح للبنات اللي قاعده مثلا او الست العامله ده بيخرجوا الصبح. تمام. تمام. إيه تنصحيهم بايه اللي بيخرجوا الصبح عامه لشغله لوظيفته؟ انا بنصح البنت او راحت مثلا تشتري مثلا طلبات. ايوه، البنت اللي خارجه الصبح الجامعه، رايحه شغلها اللي هو موظفه مثلا، او حد هيطلع كل يوم اللي هو الميك اب الدايلي اللي هو اليومي، يا دوب هي اللي هتحطه السان بلوك، لو هتحط سان بلوك، وهتحط درجه بي بي بس تكون حاجه كويسه اللي هو تناسب بشرتها. تناسب بشرتها عن ايه بقى؟ هتعمل تيست. بمعنى هي دلوقتي لما تروح تشتري درجه بيبي، هتعمل كذا درجه من البيبي اللي هتجيبه، اللي هو الدرجه اللي بتتحط بعد الصن بلوك على طول. تمام. هتعمل تيست على وشها، الدرجه اللي يا دوب يعني هتعمل لها توحيد بشره بس، اللي هو تمام. ما ينفعش نخرج الصبح كده او واحده نازله تجيب طلبات وجايه وفول ميك اب أو مثلا، فول ميك اب لا خالص. هو يا دوب لو مثلا صن بلوك وعليه درجه بيبي، او صن بلوك بس وعليه تنت بسيط، هتحط درجه ايلاينر رفيعه، لان الرفيع هو الدايلي اليومي.
تمام. طبعا لو هتستخدم مصحح حواجب يبقى باودر، لان ده حاجه مش هتفضل ثابته مثلا طول اليوم، مناسبه حاجه زي كده. لا ده هي مثلا خارجه للجامعه زي ما قلنا، او خارجه لشغلها المراه العامله، او حتى راح تشتري طلبات، حتى لو ربة منزل بس خارجه الصبح تجيب طلبات بيتها. تمام ايوه. هو كل حكايه هتحط سان بلوك ودرجه بي بي خفيفه. والتنت انا دلوقتي لو انا خارجه انا كخلود بخرج بايه؟ الفاونديشن بيبقى بي بي، بحط سان بلوك، وبعد كده البي بي، وبعد كده بحط تنت بسيط. في التنت اللي طالع دلوقتي يا دوب في الخدود وبستخدمه في الشفايف وخلاص. وبحط المصحح بودر لو انا خارجه الصبح، لو انا حواجبي خفيفه، لكن حواجبي تقيله ما احطش فيها اي حاجه خالص، لان طيب. ده ميك اب دايلي. طيب لو بقى لو خارجين مثلا بعد الظهر مثلا، او بقى مثلا العشاء في السواريه، يعني الميك اب السواريه بيبقى عباره عن يعني شامل بقى لو مفيش مناسبه او لو في مناسبه. شامل الميك اب السواريه بيبقى عباره عن مثلا عندك خطوبه حد قريبك، انت رايحه تحضري فرح، عشاء عمل، حاجه يعني حضرتك مذيعه مثلا، حاجه زي كده. فبتحطي طبعا فول ميك اب، بمعنى بس فول ميك اب حاجات رقيقة. مش اللي هو مثلا سموكي مش او مش المزعج فانتازي. يعني لا لا خالص، احط بس مش المزعج بالظبط، اللي ما يزعجش العين، اللي هيشوفني ما ينزعجش مني بالظبط. ومش حكايه انزعاج للعين، حكايه ان انت كتر الميك اب هيخليكي فامباير، مش هتباني غير كده، هيغير ملامحي بالظبط كده. اللي لازم تعمل فول ميك اب باين قوي وواضح او متلاحظ العروسه، الزفاف دي اللي لازم تعمل فول ميك اب، او ممكن تعمل فوق العين أكيد. حاجه غامقه. طب بمناسبه العروسه بقى، اتفضلي. لو مثلا خالد الجميل ميك اب ارتست، في مثلا حد اتصل او اتواصل معاكي، اتصل تمام. عليكي تمام. عروسه بتحتاجي تجهزيها في قد ايه؟ يعني قبل الفرح والحنه والفرح بتحتاجي وقت قد ايه عشان تجهزي العروسه؟ على حسب كل حاجزه عروسه معايا. يعني مثلا لو انا عروسه حاجزه معايا، في عروسه بتيجي تحجز معايا تقول لي انا عايزاكي مثلا تعملي لي ميك اب كاتب الكتاب والحنه والدخله. تمام تمام. هي الميك اب ارتست ما بتعملش حاجه غير ان هي بتعمل ميك اب وطرحه، اما بقى تكون هي واخده مثلا هير ديسر، تمام، بتعمل الشعر مع الميك اب. فطبيعي لو انا مثلا رايحه لها، بروح لها يوم كاتب الكتاب مثلا قبلها بساعه، الميك اب بتاعها اللي هو بيبقى ميك اب السواري. تمام. الميك اب الحنه بيبقى اتقل شويه. الفرح الفول ميك اب، الفرح هو كده كده كله فول ميك اب، كده كده هي بتحط من كل حاجه، بس ارق اتقل اتقل درجات، فاهمه؟ تمام. طبعا ساعه الفرح الميك اب بياخد معايا 3 ساعات، لان بتبقى كل حاجه ده انت شاطره يعني. انا قلت لما قلت عليكي دكتوره انا ما بلغتش بقى، لا دي حقيقه. 3 ساعات جميله، و ربنا يبارك فيك يا رب. بتاعك اجمل واجمل واجمل، ومن نجاح لنجاح. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. منا طبعا المنتج بتاعتنا، انا برحب بمنا مره تانية، رحبتك في الاول ورحب بيكي مره تانية يا منا، نورتينا في الحياه كفايه. نورك طبعا. منا احنا كل اللي استخدمناه على وشنا، احنا كده هنشرح على منا دلوقتي. ايوه، اللي استخدمناه على وش منا هي استخدمت سان بلوك، لان هي طبعا هتروح بعد الحلقه بالميك اب. استخدمت سان بلوك واحنا لسه الظهر الساعه 12 بالظبط، فطبعا ما ينفعش تخرج، ما ينفعش تحطي كده ميك اب وتخرجي. تمام. بعد كده بتستخدم البرايمر عشان يقفل المسام، عشان الميك اب ما يدخلش جوه مسامك، فبعد كده يبتدي يعمل لك مشاكل. بالظبط كده. بعد كده استخدمت فاونديشن. تمام. اقول ماركات ولا لا؟ لا ماركات لا. طيب اوكي، بعد اذنك يعني. لا طبعا، لا عادي جدا. استخدمت فاونديشن، وبعد كده استخدمنا اللوس باودر تحت العين عشان نقفل اي خطوط هتتعمل. بعد كده استخدمنا الكونتور الكريمي، حددنا بيه الملامح بتاعه الوش. هي كده كده مناخيرها صغيره، بس عشان نبرز العظمه دي كده والعظمه دي. تمام. فعملنا كونتور هنا خفيف وكونتور عند هي اموره وملامحها جميله فعلا. ايوه دي حقيقه. احنا النهارده عنوان الحلقه الجمال. اكيد طبعا، وهي جميله. احنا الجمال كلنا معانا النهارده، معانا استاذه خلود ميك اب ارتست، ومعانا منا برضو، الجمال كله يعني. ربنا يخليك. واستخدمنا فوق العين شادو لون واحد بس دمجناه، بحيث ان هو يدي غامق من قدام وفاتح على ورا. تمام. واستخدمنا بودر حواجب، لان هي طبعا هتخرج في الشمس، فطبيعي لازم بودر. لو استخدمت جل هيتعبها جدا في الشمس، هيأثر على بشرتها فيما بعد. يعني ميك اب منا دلوقتي ما ينفعش تطلع بيه؟ لا هي تطلع بيه عادي جدا، بس ده يعني سواريه خفيف.
اللي هو يعني انا ممكن اعمل الميك اب ده ممكن على المغرب مثلا بالظبط كده، يعني انا ممكن اعمل لغايه بقى بالليل السهره يوم كتب كتابي مثلا اعمل الميك اب ده، يوم خطوبتي لما تكون عائليه او ما فيش حد مثلا هيحضرها ممكن اعمل الميك اب ده خفيف ولطيف جدا. وممكن بقى لو انا مثلا رايحه عشان اعمل عادي جدا، انت بقى لو عايزه تحولي ده اسمه ميك اب مات اللي هو ما فيهوش اي برونزات. طب انا شايفه بسم الله ما شاء الله في تناسق في الالوان بشكل جميل، يعني الوان مختلفه بس في تناسق فيها. يعني ما هو انت عندك دلوقتي هي لابسه الوان معينه فطبيعي لازم تمشي، يعني مثلا ممكن درجه العين تبقى لازم تجيبي الميك اب متناسق جدا مع اللبس طبعا. فانت اهم حاجه دي نقطه مهمه جدا وبقولها لكل البنات، لازم الميك اب اللي هتعمليه يبقى متناسق مع لبسك، ما ينفعش احط حاجه اوفر على وشي جدا وانا لابسه مشجر، ما ينفعش احط الوان فقعه وانا لابسه مشجر، لو هلبس غوامق يبقى احط فوق عينيا فواتح جدا وعادي واتعامل طبيعي معاكي وشك وسرحي فيه زي ما انت عايزه. لكن لو انا لابسه غامق احط فاتح في وشي بالظبط كده، ولو العكس لو انت لابسه فاتح اللي هي احط غامق، الالوان اللي هي البيبي خالص دي لازم تحطي غوامق فوق عينيكي. تمام. الروج طبعا لازم هنا عملنا فوق العين غامق يبقى لازم الروج فاتح ده طبيعي، عملتي الروج غامق يبقى فوق العين فاتح. في ناس جدا وانا بحب اللوك ده قوي لازم تعمل، يعني لو اللي هي عايزه تعمل فول ميك اب وفي نفس الوقت يكون تخرج بيه تروح بيه الجامعه، في ناس كتير قوي بيبقى عندها مناسبات في الجامعه والصبح، يعني مثلا واحده هتتكرم في الجامعه حفله تخرج مثلا يعني. واحده بتناقش مثلا ماجستير او دكتوراه وهتبقى واقفه بتتكلم قدام الناس شايفاها وعايزه تعمل فول ميك اب ممكن تعمل فول ميك اب، او حتى لو رايحه الحفله دي، يعني مثلا لو هي صاحبه الحفله او هي حتى رايحه الحفله بالظبط ممكن تعمل فول ميك اب من غير ما تحط شادو غامق، ممكن تحط يعني يا دوب هتحط الكونسيلر بس وعليه الباودر تطبطب عليه وبعد كده الايلاينر، ممكن تعمل الايلاينر خط عريض. عجبني المصطلح ده تطبطب عليه. الطبطبه يعني تحط بالراحه ما تافورش بالظبط صح كده؟ لا هي المشكله ما احطش كتير، لا احط حاجه بالراحه تظهر جمالي وبرده ما تضيعش ملامح. لا لا هي المشكله مش في كده، المشكله في ان انت ما تحطيش فوق عينيكي لون. يعني كل اللي هتعمليه هتحطي باودر شفافه. ما انا بقول يعني ملامحك تبقى موجوده عشان الكونسيلر ما يسحش وفي نفس الوقت كده انا عامله فول ميك اب حاطه ميك اب كامل، بس اللي هيشوفني هيقول ان انا مثلا حاطه كونسيلر خفيف، حاطه ايلاينر خفيف برضو روج، هيحس ان انا حاطه ميك اب عادي جدا جدا للخروج اليومي. طب دلوقتي مثلا انا بشرتي دهنيه تمام، ليها ماسك ايه ينفع حاجه طبيعيه من البيت؟ لو هنتكلم على الماسكات فالماسكات كتيره جدا. انا عندي ماسك طبيعي ممكن مثلا اي يعني مثلا ممكن ست بسيطه كلنا بسطه طبعا اقدر اعمله في البيت. في ناس كمان حتى لو قادره تجيب ميك اب فعلا، يعني انا اعرف ناس كتير جدا بس هي بتخاف من الكيمياء، يعني انا عايزه حاجه طبيعيه. بصي انا هقول لك على حاجه برضو، كل ماتيريال وليها حدودها، يعني الماتيريال الدارك ستور دي بتبقى سعرها مناسب جدا لو انت هتعملي ميك اب يومي تمام. في ماتيريال هاي اند ما بيستخدمهاش غير الزفاف. لا انا بتكلم على الماسك بالظبط، البشره الدهنيه ماسكات. ما انا بقول الماسكات لو هنتكلم على الماسكات كل الماسكات حاجه واحده، يعني البشره احنا قلنا ان انواع البشره مختلطه ودهنيه. لا لا هي بتبتدي جافه عادية. جافه عاديه مختلطه دهنيه بالظبط. العاديه البشره الجافه دايما بنستخدمها الحاجات اللي هي فيها الكريمي، يعني مثلا انا عايزه اعمل ماسك للبشره، عايزه اعمل ماسك للبشره العاديه للجافه. الجافه اوكي الجافه هنيجي نعمل دلوقتي الاول للبشره الجافه هنجيب كوبايه زبادي، اي كوبايه زبادي تمام. بس مش البلدي لان البلدي بتبقى مكلكعه شويه مش هتعرف تخلطها تخليها يعني كريمي، يعني زبادي مبستر اي نوع بالظبط كده تمام. وهنحط عليها معلقتين عسل ومعلقه ليمون، دي للبشره الجافه. الجافه دي بتنعم البشره جدا جدا. ممكن نقول بقى الماسك تاني عشان الساده المشاهدين. هنحط معلقتين زبادي من علبه زبادي اللي هي المبستره، زبادي مبستر وهنحط عليها معلقتين عسل نحل وبعد كده معلقه ليمون او لا نص ليمونه، هنعصر نص ليمونه ونخلطهم ببعض كويس ونخليهم على وشنا نص ساعه. ده بيرطب الوش كويس جدا. ده للبشره الليمون الجافه. الليمون بيشيل اي حاجه في الوش، رواسب بيعمل على الرواسب. طيب عايزين بقى الماسك البشره العاديه. البشره العاديه انا برجح جدا القهوه والسكر والميه، قهوه سكر ميه. طب المختلطه معلقه قهوه وعليها نص معلقه سكر
وحوالي معلقتين ثلاثه ميه اللي هو يا دوب تخلطيها تخليها كريمي بحيث ان هو يبقى سكراب حلو جدا للوش. بعد كده دوت بيتساب. احطه قد ايه؟ ده بيتساب نص ساعه لحد ما ينشف على الوش وتعمليه تفركيه. طب بعد تمام؟ كده نيجي بقى للبشره المختلطه. المختلطه دلوقتي انت عشان في عندك اماكن بتعرق، البشره المختلطه دي اللي هي فيها اماكن بتعرق واماكن لا. تمام. اللي هو انا دلوقتي بشرتي فيها اماكن جافه قوي واماكن عاديه واماكن مختلطه. انا برجح لو البشره المختلطه هنحط ليمون وبضايه اللي هو صفار بياض البيض اللي هو الزلال. بياض البيض بالظبط، وعليها نص ليمونه ومعلقه عسل. ده المختلط. ده للمختلطه. الدهنيه. الدهنيه صفار البيض بس اللي هو بياض البيض بس. الدهنيه بياض البيض بتحط قد ايه؟ بتحط نص ساعه لحد ما يشد الوش. نص ساعه؟ اه. ده البشره الدهنيه. الدهنيه بس. طيب نصيحتك ايه بقى مثلا؟ قلنا اللي خارج للجامعه، البنوته اللي خارجه للجامعه الصبح. نصيحتي للبنوته اللي خارجه للجامعه عشان وشها او المراه العامله او اللي خارجه اصلا الصبح تشتري حاجه. بالظبط، في انواع صن بلوك دلوقتي بقت بدون ذكر اسماء بقت فيها درجه بيبي. تمام. فانا بقول يعني برجح للبنت اللي خارجه يومي اللي هو شغلها جامعتها موظفه كده تحط اللي هي درجه الصن بلوك اللي هي بتبقى فيها بيبي ويا دوب مصحح حواجب وتنت بسيط. بس ما تحطش اكتر من كده، اولا عشان ما تهلكش بشرتها. طبعا هي ممكن تجيب حاجات هاي اند ما تبوظش البشره، بس على المدى البعيد اي ميك اب ايا كان ماركته او ايا كان نوعه طبيعي بيأكسد على الوش او مثلا بيعمل عامل تاني على الوش بعد ما تكبر. حاطين الميك اب يعني بزيد الجمال بس، يعني انا مش بغير ملامحي. أيوة. بالميك اب يا دوب انا بس اللي هو بعمل لمسه جمال في وشي. انا بحط ميك اب بس يعني ايه يزيد جمالي كدا. مش ما يغيرش ملامحي. اكيد طبعا اكيد. بس برضو يعني عايزه اقول للبنت السمراء ما تحاوليش تجيبي درجه، يعني انا ملاحظاها اليومين دول كذا بنت تكون مشرتها مثلا خمري او القمحويه او البشره السمراء عامه بدرجاتها بدرجاتها البيضه يعني كده. لا ما هو في برضو في درجه بين الابيض والاسمر اللي هي البشره الخمري او القمحويه. دلوقتي بقت تجيب لك مثلا انا عايزه ابيض، يعني انا دلوقتي في عروسه ممكن تيجي لي تقول لي انا عايزه ميك اب بس انا عايزه اطلع بيضه. طب انت دلوقتي بشرتك خمريه او بشرتك قمحويه ما ينفعش تطلعك بيضه. انا مطلعك بيضه يعني انا مطلعه فامباير مطلعه عفريت قدامي، الناس مش هتبقى عارفه ملامحها، انت كده بتداري ملامحك الطبيعيه. فاهماني؟ انا دلوقتي بتكلم ان لو هتطلعي بشرتك خمري او بشرتك بس تنصحيها يعني مثلا اللي هي القمحويه طبعا في ناس بتستجاب وفي ناس بتبقى عايزه لا انا عايزه اطلع بيضه. عايزه اطلع بيضه؟ يعني هو بيبقى الرد اني عايزه اطلع بيضه. انا عايزه اطلع بيضه. طب خلاص انا باخدها على قد عليها وبعمل اللي انا شايفاه هيبقى اصلح ليها. تمام. فاهماني؟ طبعا هو مش ديكتاتوريه مثلا مني لا او حاجه، لا احنا لازم نعرف ان كل واحد دكتور في مجاله. بس انا ببقى شايفه ان ده الاصلح ليكي ان انت تجيبي درجتك افتح منك درجه او نفس الدرجه بتاعتك. صحيح. عشان صحيح. تمشي معاكي مش لازم انا يعني بالبلدي كده ادي العيش لخبازه يعني. ايوه بالظبط كده. انا عايزه ابقى جميله بس انا معايا استاذه خلود الجميل الجمال كله فاسمع كلامها يعني. ربنا يخليكي تسلمي جميل. وبعدين انت جميله وانا بصراحه بحب بشرتك قوي. ربنا يبارك فيكي. ربنا يبارك فيكي حقيقه يعني. استاذه خلود الجميل هي الميك اب ارتست برنامجنا الحياه كفاح. انا بشكرها جدا جدا. طبعا انا كل حلقه معاك وانا كنت بحب الميك اب خالص وما بحبش احط الميك اب في حياتي العاديه، بخرج عادي من غير ميك اب ممكن اسمبلوك عشان جدا على فكره ومغلبها جدا، بس هي حببتني فعلا ان انا احط ميك اب. عايزه اقول لك ان انا الحمد لله ميك اب ارتست بس ما خدتش ولا كورس لحد دلوقتي. بل بالعكس انا بدي كورسات برايفت. الحمد لله اتعلمت كتير، اليوتيوب علمني كتير جدا. بس انا بنصح البنات يعني برضه يعني كنت هسالك انت بتطوري من نفسك. بالظبط كده. عايزه يعني بنصح البنات يعني عايزه ان انا شاطره في مجالي، لا انا كمان باخد كورسات. بالظبط كده. بشوف انا طورت نفسي يعني انا لما يعني عجبني الميك اب، انا اصلا بحب الميك اب جدا، ده موهبه انا بحبها جدا. يعني انا شايفه ان اي واحده بتدخل في مجال الميك اب. والله انت منوره يا استاذه خلود. تسلمي حالتي. ده نورك والله. والمودلز معاكي النهارده منا منورانا في الحياه كفايه. ربنا يخليك يا رب. انا شايفه ان اللي بتدخل في مجال الميك اب ارتست او اي مجال فيه رسم او فن او حاجه زي كده دي بتبقى موهبه، فطبيعي انت بتطوريها. انا دلوقتي بطور بالظبط. ودايما في جديد في عالم الميك اب، دايما في جديد. اكيد طبعا طبعا. يعني انا من في يعني الوان موضه مثلا زي اللبس بالظبط، زي دلوقتي في لوكات الفانتازيا اللي هي كذا لون فوق العين، خطوط ماشيه مع العين، الكات كريس،
اللوك السموكي، في ناس كتير قوي بتطلب اللوك ده بالذات في الزفاف، يعني مفيش حد طبعا ما ينفعش. في حاجه في طبعا انت قدامك العروسه، في اللي يناسبها وفي اللي ما يناسبهاش. اكيد طبعا اكيد. ما دلوقتي انت ليه خدتي كورسات؟ ليه تابعتي وطورتي من نفسك؟ علشان طبيعي لما تيجي قدامك بنوته ايا كانت بشرتها ايه، لازم انت اللي تتعاملي معاها بالظبط كده. ايوه زي مثلا ما تجيليش حاجه مثلا طارئه ما اعرفش اتعامل معاها بالظبط كده. وانا بنصح البنات برضو لو حبيتي مثلا تبقي ميك اب ارتست، او انت حاسه ان انت شاطره قوي في مجال الميك اب وعايزه تبقي ميك اب ارتست، في ناس تاخد كورس مفيش مشكله، عايزه تاخدي كورس خدي كورس. وفي ناس تانية تقولك ايه، انا عايزه اتابع على الفيديو على اليوتيوب كتير قوي بحيث ان انا اتعلم، دي حاجه كويسه جدا. انا واحده من الناس بتابع على اليوتيوب انا بتابع ناس كتير جدا، بس لو عايزه تتابعي لا مش كده. انا اللي انا عايزه اقوله لو هتتابعي تابعي شخص واحد في الاول بس، لان كل واحد ليه تركات معينه. احنا النهارده كان منورنا في الحياه كفاح، انا بشكرك جدا الاول، بشكر كل الساده المشاهدين، واقول برضو كانت منورانا فعلا الميك اب ارتست الجميله خلود الجميل، وكان معانا منى طله خالد الموديل. عايزه اقول لكم ان الجمال لازم يبقى في الشكل، ضروري يبقى شكلي جميل او اهتم بشكلي ومظهري، بس اهتم اكتر، والمهم في مهم وفي الاهم، الاهم من شكلي ان يبقى كويس جوهري كويس، عايزه جواه يبقى كويس، لازم يعني اقول لك حلاوه الروح. اكيد طبعا ممكن جمال وشي ده يروح مع سني، يحصل لا قدر الله حادثه لاي حد، اتمنى الناس كلها الخير، بس فعلا ممكن جمال الشكل يروح، لكن لما نهتم بالجمال الجوهر بجمال الروح هيبقى افضل. نلقاكم في حلقه، بشكر طبعا ضيوفي وبشكر الساده المشاهدين على حسن المتابعه، وارجو ان تكون حلقتنا النهارده نالت اعجابكم، على وعد بلقاء متجدد في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الحياه كفاح.